بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أسمع منكم إيجاز على العمليات امبارح، حبيت أعزي إخواني من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على شهدائنا، وبنفس الوقت تعازينا جميعا لأهالينا اللي دفعوا الثمن لمصلحة الوطن آخر 24 ساعة. اللي نشتغل ضدهم هدول معروفين عنا، هدول خوارج جبناء، مش فارقة معهم إذا بيستشهدوا منا إخواننا وأخواتنا من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو المواطنين. الحمد لله ما كان في خسائر من المدنيين، وأنا بعرف أن جزء من الخطة لما فجروا المبنى وكان في مدنيين فيها، بالنسبة لهم مش فارقة يعني معهم مين الخسائر، وقد ما بيقدروا يذبحوا من أولادنا وبناتنا هذا هدفهم. وهذول معروفين داخل بلدنا داخل الإسلام، ومش أول مرة نحن نشتبك ونحاربهم. بجوز بنفس الوقت ملحوظة لا أنتوا بتعرفوا بس كمان لمواطنينا، إنه لسه نحن مستهدفين من هذا الأيديولوجي. هدول خوارج، هدول عبء مش بس على المملكة الأردنية الهاشمية لكن على الإسلام بشكل عام. بشكر المواطنين الأردنيين من الصحافة من السوشيال ميديا، الحمد لله لما بيصير حادث زي هيك الوحدة الوطنية بجوز بتميز الأردن عن باقي الدول. شكري للمواطنين الأردنيين اللي بيوقفوا حول الرأي الأردنية ودعمهم ومحبتهم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. ما في أي تراجع، بالعكس لما بيصير حدث زي هيك أنا أعتقد أنه نحن كأردنيين نصير أقوى، وحماسنا أن ننظف بلدنا وإقليمنا وديننا من هدول الخوارج بتشجعنا أكثر. فبدي المعنوية تكون عالية جدا بالنسبة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتحياتي للمواطنين الأردنيين وللقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، معنوية تظلها عالية جدا، وراح نورجي هدول الجماعة.